ودلوقتي بعد ما عرفنا مين هو الخصم اللي حيلاعب السقة، يلا بينا نبدأ مروحة الباسكت. ورجعنا ومكملين، وبسرعة رح نقول لضيوفنا ولأحمد. هاي رامي، هاي أحمد، وقفتكم رائعة على مروحة الباسكت. هاي كابتن فارس. Hello. كله تمام؟ الحمد لله. معنا كابتن فارس اليوم. اوكي، لعبة جميلة ومشوقة وحماسية. زي ما انتم شايفين قدامكم كور باللون بتاعكم، يعني رامي الكور بتاعتك حمراء، احمد كوره متعلمة بالازرق. ورانا خمسة باسكت، كل اللي عليكم تعملوه ان المروحة دي هتلف جامد، اوكي؟ لازم تشوطوا الكور وتخش جوه الباسكت. الباسكت بتقلب اربع كور، خلاص هنقفل عليه مش هنشوط عليه تاني. اربع كور بس، اوكي؟ اللعبه بتخلص لما بتخلصوا الكور بتوعكم، او لما الباسكت كلهم بيتملوا. جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين تلفوا وتطيروا؟ اللي جاهزين يكفيكوا شهر. يلا اتفضل. احنا هنبدا، كابتن فارس انت معانا عشان تعد وتشوف مين بيحط جوه ومين بيحط بره، ولما تبقى المروحه الباسكت موجوده في النص هنبدا. جود لك رامي، جود لك احمد. ثانك يو. يلا فارس على الصفاره. كابتشين شو؟ يلا روق ليك، انا شو عم زعبر. يا عيني. برافو احمد، واحد لاحمد. لا ممكن. هلا صار دور عليك رامي. رامي انت كثير قريب، هلا فرصتك الذهبيه. لا احمد مسجل. ورامي واحد واحد. لا احمد ايه الكور، حاسب يا كابتن راسك لانه رح. المنافسة صعبة ما بين رامي وأحمدتو، منورين اليوم، عم بحاولوا الشباب ولكن الكور دايما برا الأهل. لا لغاية دلوقتي واحدة واحدة. يا عيب الشوم، برافو أحمد. السقة بيرفكت، اثنين لسقة، واحد لرامي. أنا ضغط ولا شيء؟ ما ضغطش. مش مشكلة، إحنا لسه عندنا وقت وعندنا كور. وقت إيه؟ لهلا الكور عم تخلص من عند رامي، وعم يعني يا رب تيجي في عينه رامي، بس يا ريت نركز اكثر بليز. طلع لك بالشماويل، قل لك اوف، قل لك عتيبه، قل لك شيء. رامي نحن مشهورين بالباسكت. بليز برافو رامي. حلوه. عايز اسال سؤالك. لهلا عنا ثلاثه لاحمد واثنين لرامي، ورامي خلص كور كثير بس برا للاسف. سقى شو؟ عم ببيع. عم بحطها من خلينا نشوف شو عم بيصير. لا لهلا بعد الكور اللي برا اكثر من الكور اللي جوا. يا جماعه انتم فاهمين الموضوع غلط. اوكي عندنا 1 2. كنت مستهونه على فكره. 3 اوكي برافو. يلا 3 3 اوكي، لكن لهلا 1 2 3 1 3 3 التعادل تعادل. وهلا احمد السقفه فوت وحده، صار 4 احمد و3 رامي. ويلا لانه خلص نفسي، خلصوا رامي يلا. اوكي ايه 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 برافو برافو برافو. لهلا مون ديو. ما بيعلق ولا نعرف كم وحده. ضغط السقه. انت فيك تكمل. انت صرت تكمل والله إيه؟ لانه خلص رامي هلا هلا هلا. بدك ساعد احمد على العلقه يا كابتن. حط وحده بس. صح حط وحده. برافو برافو، خلص كسبت. اوكي كمان اثنين تريفيا. برافو برافو لاحمد. هنحسب المجموع مع كابتن فارس برغم النتيجه معروفه. يعطيكم العافيه، انتبهوا ما توقعوا لانه كنتوا دوخانين. كابتن بليز انا وياك حنعمل هذا ذا ووك اوف بيوتيفل. اوكي عندنا نقطتين لرامي. اوكي وكلنا نفوتهم. انت ابو حميد. ما شاء الله عليك. 4 نقط لاحمد. ايه لك شيء حلو. نقطتين لرامي ونقطة لاحمد، مجموع 6 لاحمد 4 لرامي. مبروك احمد، بس ليك شيء حلوة هيدي كلها يعني. سقة.